السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير الحمد لله. عندي سؤال. سألي يا أختي. قدم لي يا شيخ شخص يعني يعمل في بنك ربن. ايه؟ قدم لي شخص يعمل في بنك ربن. والأهل يعني موافقين. وأنا سألته يعني قالوا إنه حرام يا شيخ، هل وافق ولا لا؟ أنت بنت طيبة وتحب دينك وتحب الله ورسوله، ابحث عن شخص آخر أنسب لك في دينك، ابحث عن شخص آخر أنفع لك في دينك، لا تعيش في وسوسة. نعم.